أهلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم متابعي ومشاهدي سعودي أوتو. شركة رام كانت نشطة مؤخرا حيث كشفت عن الفيس ليفت للبيك اب الجديدة 1500 والتي انطلقت بتحديثات كبيرة وتم التخلي عن المحرك في 8 رسميا كما دشنت النسخة الكهربائية من البيك اب والتي أطلقت عليها اسم رام تشارجر. والتي تحصل على قوتها ونطاقها الكهربائي بطريقة فريدة سوف يتم تقديم رام 1500 موديل 2025 بثلاثة خيارات من المحركات الأول Pentastar في 6 إي e تورك بجانب إصدارين من محرك هوريكان بست أسطوانات أيضاً وتأتي النسخة الأضعف بقوة 420 حصانًا والنسخة الأقوى بقوة 540 حصانًا والمحرك الأقوى سنراه في إصدار تي آر إكس الجديد بديل آر إتش أو والقادم لمنافسة فورد اف 150 رابتر ورغم المحرك الأصغر إلا أن قدرات البيك أب لم تتأثر فيمكنها سحب ما يصل إلى 5211 عشر كيلوغراماً وحمل ما يصل إلى 1035 كيلو كيلوغراماً والخوض في المياه بعمق 60 سنتيمتر كما حافظت على سمعتها كبيك أب مريحة بفضل نظام التعليق الهوائي القابل للتعديل ولم يتم الكشف عن الكثير من تفاصيل إصدار RHO الذي ذكرناه سابقا وبالنسبة للتصميم فالسيارة مظهرها أكثر شبابية مع مصابيح أمامية أصغر وشبك أمامي جديد مائل للأمام وأكبر من ذي قبل وفي الخلف نرى مصابيح خلفية معادا تصميمها وتشبه الجوهرة كما تم إعادة تصميم الصندوق الخلفي والكابينة لتحسين الديناميكية الهوائية مع باب خلفي كهربائي ومنفذ 115 فولت في الصندوق. أما المقصورة الداخلية فهي مزخرفة وأنيقة مع لمسات حمراء وسوداء في بعض إصداراتها. وفي الإصدارات العليا نرى جلود بايسون البنية وتدليك المقاعد الأمامية ولمسات من خشب الأبانوس الأسود. كما يتميز هذا الإصدار أيضاً. ببعض اللمسات الخارجية الخاصة مثل الشبك الخاص وجنط مقاس 22 بوصة مطلية بالتنجستن. أما بالنسبة للتقنيات فلم تبخل الشركة فيها، حيث نرى شاشة نظام ترفيهي قياسية مقاس 12 بوصة تصبح مقاس 14 ونصف بوصة في الإصدارات الأعلى. والشاشة الأكبر لمسية ويمكن تقسيمها. كما تتوفر شاشة راكب أمامي مقاس 10 و 25 من مئة بوصة توفر للراكب الترفيه والملاحة والقدرة على عرض الكاميرات الخارجية كما نرى الكثير من مزايا السلامة القياسية التي تشتمل على مساعد القيادة النشط لقيادة ذاتية من المستوى الثاني وغيرها الكثير من الميزات وسننتقل سريعا للكشف الأبرز من رام وهي رام 1500 شارجر الكهربائية والتي تحتوي على محرك سعة 3.6 لتر لكنها تظل Pentastore V6 كهربائية فالمحرك يعمل فقط كموسع للنطاق ولا يتصل بالعجلات اي انه يقوم بشحن البطاريه بقدره 9 كيلو وات ساعه مباشره لتحصل السياره على نطاق قياده يصل الى 1110 كيلومترات للشحنه الكامله اما القوه فتأتي من محركين كهربائيين يولدان مجتمعين 663 حصانا و 834 نيوتن متر من العزم. البطارية سعتها 92 كيلو وات ساعة، وتوفر بمفردها نطاقا يبلغ 233 كيلو مترا بالشحنة الكاملة، في حين يضيف المولد بقية النطاق المعلن، وتقول الشركة: إنه يمكن شحنها بشواحن التيار المستمر بقدرة 145 كيلو وات لتحصل على نطاق قيادة يصل إلى 80 كيلومترا خلال عشر دقائق من الشحن وقدرات هذه البيك أب كبيرة فيمكنها أيضا سحب ما يصل إلى 6300 كيلو جرام وحمل ما يصل إلى 1180 كيلو وبفضل عزم الدوران الفوري فيمكنها التسارع من 0 الى 96 كيلو مترا في الساعه في 4.4 ثانيه وفي الداخل تاتي السياره بشاشه عدادات مقاس 12 و3 بوصه وشاشه لمسيه للنظام الترفيهي مقاس 14 ونصف بوصه وشاشه تعمل بنظام يو كونكت 5 للراكب الامامي مقاس 10 و25 من بوصه وتحتوي الأخيرة على مدخل HDMI وحرصا على سلامة الركاب فلا يمكن للسائق رؤية المعروض على شاشة الراكب أثناء تشغيلها وفي الختام لم يتم الإعلان بعد عن الأسعار لكن 1500 موديل 2025 فيس ليفت ستبدأ في الظهور في بعض الأسواق في الربع الأول من العام 2024 أما النسخة الكهربائية رام تشارجر فلن يبدأ إنتاجها إلا في نهاية عام 2024 والآن متابعي ومشاهدي سعودي أوتو السؤال لكم ما رأيكم في سيارات رام الجديدة؟ وهل ترون تقنياتها الجديدة تجعلها متفوقة على منافسيها؟ شاركونا آراءكم في خانة التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات